كما كيعرف الجامعة ملي كتلعب مع بحال هاد الفرق كبيرة، لا الرجاء لا الوداد لا الجيش لا بركان لا لي زوطخ ايكيب وداكشي وهادي، فضروري غادي تلقى مشاكل كثيرة. حاولنا نديرو الماتش ديالنا كما خدمنا في السيمانة كاملة. كنعرفو فريق الرجاء البيضاوي يعني عندو لاعبين متمرسين، عندهم لاعبين عندهم تجربة يقدروا يفاجئوك في أي لحظة. حاولنا أننا ننقلوا من المساحات، كذلك ما نرتكبوش الأخطاء إلا بغيت تخرج بنتيجة إيجابية مع فريق بحال كفريق الرجاء البيضاوي، فضروري خصك تقلل كما قلت لك من الأخطاء اللي ديشي ما يكونوش، كذلك تقليل المساحات ما بين اللاعبين. الحمد لله هادشي اللي حصل. حنا كان بإمكاننا دي أننا نباغتو في بعض الهجمات المرتده اللي كان بامكان ديالنا نسجلوا فيها اهداف، كما هما ممكن كان ممكن انهم يسجلوا اهداف. فكنظن يعني بالنسبه لي انا ما كنكون الا راضي على اللاعبين المجهود اللي قدموا اليوم باش تاخذ نقطه من فريق الرجاء البيضاوي. راه ماشي شي حاجه سهله، فريق كبير لا بالجمهور ديالو يعني دائما كيحطك تحت الضغط. الحمد لله صارت الامور كما بغينا. حاولنا هاد جوج ماتشات الاخرين اننا خرجنا من داك لودو ديال لي موفي ريزلت اللي طحنا فيه ديال 5 ماتش متابعين، فالحمد لله. يمكن هاد النقطه هادي بالنسبه ليا من فريق الرجاء البيضاء غتعطينا واحد الحافز قوي بالنسبه لي. يعني نتمنى اللاعبين انهم يقوموا بنفس المجهود في المباريات القادمه، وتوفيق للفريق الرجاء البيضاوي في المباريات القادمه.